تعالوا نشوف مع بعض بقى بمناسبة الكلام عن التقارير، بس ده تقرير مساء دريم. كل سنة وحضراتكم طيبين. المدارس، السيزن بتاع باك تو سكول، العودة للمدارس. الحقيقة أنا مستمتعة جدا جدا بتعليقات أولياء الأمور اللي بيتكلموا على السبلايز. فدلوقتي كله بيقول لك هي احنا ولادنا رايحين مدرسة كي جي 1 وكي جي 2 ابتدائي واعدادي، ولا رايحين يعملوا دكتوراه؟ يعني هي دي الفكره، انه كميه الحاجات اللي مطلوبه منهم مش طبيعيه. في حاجات اساسيه، الشنطه، المقلمه، الكشاكيل، الحاجات دي اساسيه، طبعا اليونيفورم، الحاجات دي اساسيه. لكن في مدارس بعت لسته الحقيقه عباره عن حوالي 980 طلب مثلا من اولياء الامور. فيعني زميلنا عبد الله منتصر الحقيقه حب يرصد لينا استعدادات بعض اولياء الامور، عمل جوله في الفجاله. في اعداد كبيره جدا من الناس بتنزل هناك بتستعد للعام الدراسي الجديد، بتشتري الكتب الخارجيه، بتشتري الادوات المدرسيه. في الحقيقه منهم ناس جميله قوي اتكلمت على فكره الصبر، وفكره انه يعني معلش ما احنا مضطرين، وانه انت اي حاجه ممكن تعملها عشان ابنك يتعلم وتشوفه باذن الله بيتعلم احسن. تعالوا نشوف مع بعض تقرير زميلنا عبد الله منتصر عن الاستعدادات للعام الدراسي الجديد. ازاي بتستعد للعام الدراسي؟ ان شاء الله بنستعد للعام الدراسي، طبعا بنحاول نوفر المصروف البيت عشان خاطر نظبط امور المدرسه وكده. يعني شايف معاك كده مجموعه كشاكيل وكراريس. والله بعض في حاجات هنا بتنزلش عندنا الصعيد، في بعض تشكيلات كراسات الرسم وكراسات، وفي بعض ملخصات برضه نصب من عندنا، فبنيجي نكملها من هنا. يعني اولا انا ولي امر ومدرس ثانوي، فنزل اشتري لاولادي واللي هي كمان مستلزمات المدارس. ايه اهم المستلزمات اللي حضرتك بتبدا بيها؟ الاقلام والكشاكيل والادوات اللي هو كل طالب هيستخدمها في كل مرحله، زي الاله الحاسبه وزي الادوات الهندسيه وخلافه. يعني انا بحب استعد نفسيا قبل العام الدراسي، بحب اهيئ نفسي للمذاكره والجو الدراسه عشان اقدر استمر لحد اخر السنه بنفس الريتم. لو حابب توجه رساله لزملائك من الطلبه والطالبات تقول لهم ايه؟ احب اوجه لهم انهم يركزوا لاقصى درجه في المواد الدراسيه اللي هم بياخدوها، ويركزوا في قراراتهم بس عامه في الجامعه او في الحاجات اللي هم هيدرسوها بعد كده، عشان دي هتبقى اللي هتحدد لهم حياتهم عامه. ركز الاول، نشوف نسال على الكشاكيل، الكراريس، الاقلام، الحاجات المهمه الاساسيات الاول. بالنسبه للكتب، والكتب برضو نشوف ان السعر المناسب لينا ناخدها. انت كده خلاص جبت كل حاجه؟ لا لسه في حاجات كتير ناقصه بعد كل اللي انت شايله ده. طبعا لسه في حاجات كتير ناقصه. لو في رساله حابب توجهها لاولياء الامور بمناسبه بدء العام الدراسي الجديد تقول لهم ايه؟ والله ربنا يكون عونهم اولياء الامور. طبعا ثالثه ثانوي تعتبر من اهم السنين في حياه الطلاب المصريين، لذلك يجب على الطالب قبل ما هو يخش المرحله دي ان هو يكون مستعد، زي ما يكون هو مستعد علميا يكون مستعد نفسيا. ازاي؟ يعني مثلا تلاقي الطلبه قبل ما يبتدوا مشوار الثانويه العامه، لان هو فعلا مشوار يمكن يكون يعني حرب الثانويه العامه، تمام، تلاقيهم لازم فعلا يكونوا مستعدين نفسيا، يعني يتفسحوا كده ويطلعوا الطاقات اللي جواهم. لو في رساله حابب توجهها لاولياء الامور تقول لهم ايه؟ اقول لهم ربنا يكون في عونكم. واللي بالنسبه للتلاميذ والطلبه؟ التلميذ عليه يعمل كل ما في جهده وفي قدرته على ان يؤدي دوره في يعني يؤدي دوره لدى ولي امره. اتمنى كل طالب ياخذ السنه بجديه، ما ياخذش تهريج، ان الهم تجري، واتمنى التوفيق لكل اولادنا. رسالتي للطلبه والطالبات والاولاد ان هم يقدروا ان والده ووالدته واهله خاصه يهمهم ان هو ينجح يبقى كويس عشان يبقى مستقبله كويس ويقدر يكون انسان ناجح في المجتمع ونافع في المجتمع. يستعدوا دراستهم وربنا يوفقهم يا رب، ويكونوا في احسن حاله ويجتهدوا كده، عشان احنا بنتعب برضه معاهم في المصاريف وشقيانين معاهم برضه.